انا تعبانه قوي وعايزه انام. تنامي ايه؟ مش لازم نفكر قوي هنام ايه في الفلوس اللي عايزاها سنية. هنجيبها منين؟ مش عارف. نعم. هو ايه ده؟ نعم الله عليكي. انت داخل وتكلم من غير بواب؟ المحروس فين؟ ما عندناش محاريس. جوزك فين؟ خلصي. نايم. طب كويس ان هو نايم عشان انا عايزك في موضوع كده على الضيق. موضوع ايه؟ والمصحف اصوت والم عليك الناس كلها. اقول لك ايه، هما كلمتين ورد غطاهم. ايه السر اللي بينك وبين شيماء وانت مخبياه وبتهدديها بيه؟ كلمي مين يا سنيه؟ انت ايه اللي جابك؟ تاني؟ هعورك تاني. تعالى ده بقول لك ايه، اقسم بالله انفخك على 30 يا عم. ولا 30 ولا 40، انت داخل بنزينه. اهدى كده وروح على حالك يابا. اهدى كده اهدى. في ايه يا البت جننتك ولا ايه؟ قسما بالله لو غلطت فيها تاني هطير لك رقبتك. بس ما تتجنب يا عم. اهدى، انا ربنا تاب عليا خلاص من السكه الشمال دي اللي انت في دماغك. والله العظيم عشان ربنا عارف ان حسن سكوري ده نقي من جوه ونضيف. اه والله انا قلبي نقي وربنا تاب عليا. اهدى بس يا حوده صح. بص بص يا استاذ محمود، اهدى بس تعالى هفهمك انا. اهدى اتفضل اتفضل بس اهدى، نتكلم كلمتين مع بعض. اوعى. بص يا حوده، انا عايز انصحك نصيحه عشان ما تلبسي زي ما انا كنت هلبس. اه والله العظيم، انت تخلص دراستك وتاخد شهادتك وتفتح المكتب بتاعك وتبعد عن الشر وتغني له عشان الشر كله تعب البنت اللي اسمها شيماء دي. خلاص بقى يا حسن. يو ان الله حليم ستار. هنفتح البنت يعني؟ انت ايه، هتغني وهي القران بتاعك ولا يا عم؟ قتل وقتيل، قتل وقتيل. ايه وربنا؟ طب مش بس كده، اليومين دول دايرين على الواد هشام ابن سليم بيه، هيقلعوه هدومه وياخدوا اللي وراه واللي قدامه كمان. طب اقطع دراعي من هنا وهتقول حسن سكوري قال. ما كانتش البت دي تلاقيها قاعده جنب سليم بيه في الجوشه في يوم من الايام. صدقني